السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم إزاي نخرج لوحتنا في المشروع، وإزاي نصمم اللوحة بتاعتنا في المشروع، على أساس إن إحنا بعد ما بنخلص شغل بنحتاج نطبع المساقط بتاعتنا. إحنا عندنا مساقط وواجهات وقطعات والعديد من الشغل بتاعنا، تمام؟ مش بنطبع المسقط زي ما هو كده، لأ، بنبتدي نعمل بوردر، بنسميه اللوحة، والبوردر ده فيه جزء اسمه الخرطوشة اللي على اليمين ده. الخرطوشة دي بنحط فيها البيانات بتاعة الأرض وبيانات المالك وبيانات المهندس اللي قام بالتصميم والموقع العام واتجاه الشمال والجداول إذا كان أبواب ولا شبابيك أو تشطيب عشان يبقى اللوحة شكلها كويس. أبعاد اللوحة دي اللي أنا مسلك عليها دي بتختلف على حسب الحاجات اللي هتحطها جوه اللوحه، يعني انت ممكن تحتاج ان انت تحط مسقط الارض والمسقط الاول والعلو مع بعض في لوحه واحده، تمام؟ فالطول ده بيختلف. اما الارتفاع ده ثابت، الارتفاع ده بيكون متر يعني او 100 سنتي، يعني في الطبيعه لما بنيجي نطبع الارتفاع ده ثابت، الرول بتاع المكنه اللي بنطبع عليها بيبقى ثابت متر، انما الطول براحتك، يعني ممكن يبقى متر في 2 متر، متر في 10 متر وهكذا. تعالوا بقى نشوف ايه الحاجات اللي بنحطها في الخرطوشه دي. يعني احنا خلاص المسقط بنخلصه بنحطه جوه الجزء ده، اما الخرطوشه دي ليها تصميم او ليها شكل. تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي بنحطها بعد ما بتصمم الخرطوشه دي. بتبقى تقريبا حاجه شبه دي، يعني ده مشروع انا صممته وعملت له اللوحه بتاعته بيبقى بالشكل ده. بتبقى انا مثلا حاطط هنا المسقط بتاع الارضي والمسقط بتاع الاول العلوي. ايه اللي عملته بقى؟ ابتديت هنا، طبعا ده تصميم، ده عباره عن ديزاين، هوريكم لوحات رسومات تنفيذيه. هنا شرحت ان اديت الوان للمشروع بتاعي وابتديت اشرح جدول المساحات، يعني اللون ده استقبال، اللون ده باركنج، اللون ده حمام وهكذا. وجيت في الاسفل كتبت ان الشكل اللي قدامي ده تحليل مساحي للدور الارضي وسكيله كام ورقمه كام في اللوحه، هوريكم الرقم ده معناه ايه بعدين. نفس الكلام في الدور الاول العلوي. وهنا جيت قلت له والله ان المشروع ده عماره سكنيه، طبعا اسم المالك انا همسحه عشان ده حاجه خاصه، يعني اسم المشروع، اسم المالك بكتبه هنا، الصفة بتاعت المالك ده مالك ولا وكيل، رقم القطعة فين، المكان اللي هيتنفذ فيه المشروع فين، النسبة البنائية كام، 55% ولا كام، مساحة الأرض كام، الارتفاع اللي هيطلعه المشروع ده كام. أنا هنا عندي أرض وثلاثة علوي. بعد كده كتبت اسم اللوحة، يبقى الخانة دي بيبقى فيها اسم اللوحة. وبعد كده مقياس الرسم، المعماري اللي رسم المشروع اللي هو مين، رقم اللوحة كام، رقم المشروع كام، والمشروع ده معمار ولا ايه. دي كده حاجة بصفة سنة. بعد ما جهزت اللوحة بتاعتي وصممتها بالشكل ده، طبعا التصميم ده انت برضو بتوزعه على حسب ما انت عايز في الخرطوشة دي، في المساحة دي. هوريكم طبعا اللوحة مخرجة نهائي، يعني رسمة تنفيذية، وده الأهم بالنسبة لنا. بعد ما بتخلص الكلام ده بتطبعه. تعالوا نشوف اللوحة بعد ما بتطبع بيبقى شكلها عامل ازاي، ونراجع على نفس البيانات دي. أنا هنا نفس المشروع ده هوريكم الرسومات التنفيذية بتاعته، تمام؟ وبعد ما خلصت اللوحات عشان اطبعها طلعت شكلها ازاي. ده مشروع انا مصممه وعملت له الرسومات التنفيذيه بتاعته. تعالوا لاول لوحه، دي عباره عن لوحه للمسقط الافق والدور الارضي. طبعا ادي شكل اللوحه زي ما انتم شايفين باللير بتاعتها، تخانات الخطوط، الاعمده، الابعاد الداخليه اللي احنا اتعلمناها، والابعاد الخارجيه اللي احنا برضو اتعلمناها، خط القطاع في المسقط فين، تمام؟ الابعاد بتاعتي، الاستقبال، وبرضو والمناسيب اللي احنا اتعلمناها برضو، والابعاد وكل حاجه. وشكل اللوحه زي ما انتم شايفين لما تطبع، التخانات الخطوط المقطوع فيها ازاي، والاسقاط ازاي، التاج بتاع الشبابيك اللي احنا اتعلمناه، التاج بتاع الابواب اللي احنا برضو اتعلمناه مع بعض في الكورس بتاعنا، الفراغات والمحاور زي ما كنا بنتكلم، الافقي القليل بحرف والكتير برقم. بنحط جداول الشبابيك، جداول التشطيبات اهو. انا هنا عامل الجدول بطريقه مختلفه شويه، ان عشان انا عندي غرف النوم كلها تشطيب واحد، والاستقبال كله تشطيب واحد، والمطبخ كله تشطيب واحد. فانا كاتب ان الاستقبال هياخد تشطيبه الحوض بتاعه ايه، الارضيات ايه، الاسقف ايه، الوزر ايه، تمام؟ ده جدول التشطيبات اللي انا بحطه. النماذج الابواب للدور الارضي انا حاططها برضو في جدول. تعالوا بقى للخرطوشه، نشوف الخرطوشه مع بعض.
طبعا حط جهة الشمال للمشروع، هنا عامل كروك الموقع العام ومحدد ان دي القطعة اللي انا شغال عليها او اللي معمول لها التصميم. جدول اللوحات ده انا هنا عامل ان دبليو 100، يعني دبليو 100 يعني وركينج، يعني دي رسمة تنفيذية ورقمها 100 اللي هي اللوحة اللي انا شغال عليها دي، محطوط فيها ايه؟ المسقط الافقي للموقع العام. الدبليو 101 المسقط الافقي للدور الارضي اللي هي فين هنا؟ اللي هي انا حاططها هنا رقم اللوحة، تمام؟ المسقط واخد رقم، يبقى المسقط ده رقم واحد اللي هو مسقط افقي للدور الارضي، السكيل بتاعه 1 لـ100، تمام؟ تمام. تعالوا نكمل في الخرطوشه. خلاص يبقى فهمنا يعني ايه جدول لوحات. كل لوحه انا هوريها لكم ليها رقم زي كده، يبقى اللوحه دي رقمها دبليو 101. تعالوا نفس البيانات، اسم المشروع، رقم القطعه، المساحه بتاعت القطعه، النسبه البنائيه كام، الاستخدام، المكان فين، الارتفاع كام، ارضي وثلاثي علوي وغرف خدمات، اسم اللوحه، اللوحه دي المسقط الافقي للدور الارضي، مقياس الرسم، المعمار اللي صمم المشروع، رقم اللوحه، رقم المشروع. يبقى دي كده لوحه للمسقط الافقي للدور الارضي. لو شفنا لوحه تانيه ده للدور الاول العلوي، نفس القصه، كل الداتا محطوطه في المشروع وشكلها جميل جدا في الطباعه، لما تطبع هتبقى شكلها جميل جدا. عندك المحاور، كل حاجه محطوطه، الداتا، كل الداتا اللي اتعلمناها في كورس الكاد محطوطه في اللوحه. جدول التشطيبات للمسقط ده، انا محدد هنا كاتب جدول التشطيبات الدور الاول العلوي المسقط ده. عندي نماذج الابواب ونماذج الشبابيك، الجداول بتاعتها هنا برضو نفس الكلام، الداتا دي ثابته معايا خلاص في كل لوحه. اللي بيختلف ان انا هنا رقم اللوحه بكون المفروض بكون محدده، يعني بقول له ان دي لوحه 102 اللي هي الاول الدور الاول العلوي، اللي هي فين هنا؟ اللي هي هنا. يبقى ده جدول اللوحات عندي، تمام. الكروكي ثابت معايا برضو، الداتا دي ده اللي بتغير معايا اسم اللوحه المسقط في الدور الاول العلوي. فالمفروض ان انت تكون عامل لنفسك حاجه زي كده، لوحه على اساس تحط فيها شغلك بعد كده وتبتدي تطبعه. تعالوا نشوف اللوحه اللي بعدها، ده للدور الثاني علوي الداتا بتاعته، ده للدور الثالث علوي، ده لغرف الخدمات بالسطح نفس الكلام، جداولها تشطيباتها ورقم اللوحه بتاعتها، اللوحه دي اسكيلها كام ورقمها كام في اللوحه دي، يعني ممكن يكون عندي ارضي وغرف خدمات ودور الثالث، يبقى ده رقم واحد وده رقم اثنين في اللوحه دي اللي هي كام؟ دبليو 105. اسم المشروع وهكذا. نفس الكلام لو قلبنا كده شفنا بقى اللوحات اللي عندنا، الواجهات، شكل الواجهات اهو اللي انا مطلعها، ده واجهه للسور اهي، السور واخد رقم اثنين في اللوحه دي لان الواجهه دي واخد رقم كام؟ لواحد. ده اللي انا كنت عايز افهمكم من شويه، السكيل واللوحه دي ورقمها كام؟ هنجيبها من هنا اللي انا كاتبه هنا دبليو 106 اللي هي فين؟ في جدول اللوحات دبليو 106، لان انا بطبع جدول لحد لوحده على اساس ان اللي بيالف اللوحات بتاعتي يعرف عايز لوحه ايه، هيلاقيها في الجدول ده رقمها كام يروح له على طول. ده شكل الواجهه عندي، بكتب فيها اسم التشطيب بتاعي، هنا بياض تخشيم مع تشطيب سافيتو بلون فاتح، التون بتاع الخطوط عشان الطباعه بتاعتي، بحط المناسيب بتاعتي، المناسيب بتاعتي وارتفاعاتها والابعاد، نفس الكلام الجداول هنا. اللوحه اللي بعدها انا بس عشان ما اطولش عليكم، انا بس حابب اديكم فكره عن شكل اللوحه لما بتطلع في الاخر، وان انت لازم تعمل لوحه لنفسك وبتدي تحط فيها شغلك، ما ينفعش تطلع المسقط لوحده، لا بيبقى اللوحه شكلها كده في النهايه. اللي اوت الموقع العام ده الواجهه الجانبيه وشكلها، واتجاه الشمال ده ثابت معايا، يبقى انت عندك ثلاث ثوابت اربع ثوابت، ده الشمال والكروكي وجدول اللوحات لو انت عايز تعمله، البيانات بتاعت المشروع، مالك المشروع والارض فين ثابته معاك، اسم اللوحه بتغير، البيانات اللي من تحت دي بتتغير اللي هي رقم اللوحه ومقياس الرسم لو انت هتغير مقياس الرسم. اللوحه اللي بعدها قطاع، ده قطاع بالشكل ده بطبقات تشطيبه بالمناسيب بالارتفاعات بالابعاد بكل حاجه، يعني المفترض انت تطلع لوحه بالشكل ده في الاخر. يبقى دي كده جوده اللوحات اللي انت بتخرجها في الاخر. بتجهز شكل لوحه عندك، اللوحه دي بتاخد منها جزء بتسميه البنطه، وممكن تكتب برضو ملاحظات لو انت اللي عندك ملاحظات اضافيه عايز تضيفها ممكن تكتبها، اسم المشروع زي ما قلت لك، بيانات المالك وبيانات الارض وبياناتك باي شكل يعجبك، انا ده الشكل اللي انا بشتغل بيه، اسم اللوحه، الكروك، جدول اللوحات اتجاه الشمال،
وفي الاخر لازم تاخد بالك من جودة اللوحة اللي انت بتطلعها. يعني الجزء ده انا قاطع فيه سميك، الجزء اللي شايفه اسقاط خفيف، تمام. المناسيب بتاعتك، كل الكلام ده بتراعيه في المساقط بتاعتك بهذا الشكل. جداول التشطيبات، جداول ابواب الشبيك، انا هنا عامل ان النماذج بتاعتي كل مسقط عامله جدول لوحات لوحده ونماذج لوحده. ممكن اعمل المشروع كله مره واحده مش مشكله، بس انا على اساس اللي ايه يبقى في لوحه لوحه، اللي هينفذ عارف كل مسقط فيه ايه بالظبط بهذا الشكل. هو ده مضمون المحاضره بتاعتنا النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم الفيديو البسيط يعني بالمعلومات اللي فيه. انا ما طبقتش حاجه عمليه، بس الموضوع برضو موضوع اللوحه ده مرتبط بحضرتك، يعني ما فيش لي حاجه ثابته من ناحيه التصميم. انا بوصل لك الفكره فقط، لا غير، ان في حاجه اسمها لوحه وحاجه اسمها بنده او خرطوشه بتبتدي تحط فيها البيانات المطلوبه، وفي الاخر وريتك شكل اللوحات المفروض يطلع ازاي. فدي اللي انا الهدف من المحاضره بتاعتنا النهارده. يا رب اكون قدرت افيدك، أشكركم، إلى أن نلتقي في محاضرة أخرى على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.